اخيرا انيس كان ليك راي واضح الحقيقه وصريح بعد انتقال بعض اللاعبين من الاهلي، قلت ان فانيله الاهلي هي من تصنع نجوميه النادي الاهلي، من تصنع نجوميه اللاعب. هل كنت قاصد حد ساعتها ولا كنت تتكلم بشكل عام؟ لا بشكل عام، لا بشكل عام. يعني بصراحه يعني بتكون بتشتري جمهور النادي الاهلي، ومش كلام هكي ما يتشراش بالفلوس كما نقولوا، ما مال الدنيا. لانه لما شوف انا مبطل وعندي مده، ولما ننزل وشوف الترحاب، شوف الناس بتصور معاك وناس تتذكرك، ف يعني الانسان ما يشوفش الدنيا هذه الا فلوس. يعني اوكي الفلوس عندها اهميتها والناس كل، لكن طبعا مش على حساب كل شيء، مش فلوس او لا شيء، لا بالعكس تقدر، لانك يعني في النادي الاهلي تعمل فلوس، يعني النادي الاهلي برضه بيعطي ارقام، فتقدر انك من اجل الشعبيه هذه تضحي، لانه ممكن الناس كي تخرج من النادي الاهلي تعرف قيمه النادي الاهلي. فهذه نصيحه، يعني نصيحه، خاصه انه في نجوم تمنيتهم يخدموا حياتهم في النادي الاهلي للامانه، لانهم اعطوا كثير للنادي الاهلي، نجوم كبيره عندهم امكانيات كبيره، اعطوا كل شيء. حسام عاشور تحديدا، اي حسام مثلا، حسام تمنيته انه يكمل، حتى احمد فتحي تمنيته يكمل في النادي الاهلي، لانه هذاك مكانهم، وحتى بعد الكوره مكانهم في بيتهم في النادي الاهلي.